السنه دي تقدم 26,087 على مستوى محافظه البحيره. نسبه محافظه البحيره 856 تاشيره، وفي نسبه 10% كبار السن 85. وان شاء الله احنا دلوقتي عملنا حوالي 8 مراكز، وهنكمل ان شاء الله اجراءات القرعه باذن الله تعالى. جميع الدكتور عدم الانصراف عشان في احتياط البشر. مركز المحموديه يا دكتور عدم. Thank you.